ومن نيويورك معنا مستشارة الحدث للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. سيدة راغدة تحية طيبة لك. سيدة راغدة، عندما استمعت إلى خطابين الآن قبل ظهورك معنا على الشاشة لترامب وهاريس، جاءني شعور بداية وكأن هاريس تقدم عظة نوعا ما كأنها تقدمها في مقر ديني، بينما ترامب يتحدث عن خطوات يريد القيام بها. هل هذا الشعور الذي انتابني صحيح أم أنا مخطئة؟ لا، 100% صراحة. وأنا أستمع إلى المقطع الذي استمعت إليه الآن، كنت يعني فعلا نفس الكلمة العظة، وذكرتني هاريس بباراك أوباما. تصور لي وكأن باراك أوباما الرئيس الأسبق يعني يعظ بالناس كما كان دائما يفعل بصوتها، وهذا خافني قليلا. أما دونالد ترامب فإن صوته كالعادة، إنه يتحدث بوضوح وبتحدي بقرف من الوضع الذي يتعرض له، ولكن يعني هو فعلا واضح، ولكنه يثير الكثير من الكراهية حوله أحيانا، بينما هي هاريس تقدم نفسها بأنها اللطف، بأنها الفضيلة، وهو الشر. هو يعكس ذلك ويقول أنه هو الواضح في مساره، بينما هاريس لا نعرف من هي صراحة، وفعلا لا نعرف من هي، لأنها كانت في ظل الرئيس جو بايدن كنائبة رئيس، ومهما حاولت ما زلنا لا نعرفها. فهذا ما سيظهر في. وأنا أتابع أيضا معك ومع كل العالم أيضا، أحاول معرفة ما هي، ولكن أنت أشرت إلى نقطة مهمة وهي أوباما، كأنك تسمعين خطاب أوباما بصوتها. يعني هل هذا يعني بأنها لن تخرج من عباءة أوباما؟ وهذا أمر يعني لن أتحدث بأمريكا، ولكن لنا هنا بالشرق الأوسط قد يكون له تداعيات ليست يعني متفائلة جدا، إذا صح تعبيري. إذا كانت كاملا هاريس ستأتي إلى البيت الأبيض تحت عباءة باراك أوباما، فإن الوضع سيكون سيئا جدا للمنطقة العربية، لأن إرث أو باراك أوباما السياسي في المنطقة العربية بالذات، في الشرق الأوسط ككل، ليس يعني ليس جيدا، بل إنه مسيئا، لأنه في الواقع تبنى الحروب الأهلية، يعني تمنى إطلاق الحروب الأهلية في الدول العربية من أجل تغيير الأنظمة، لتكون هناك أنظمة تابعة للإخوان المسلمين. حدث ذلك في مصر، حدث ذلك في تونس، في ليبيا، كذلك في سوريا. فإذا هو كان الرجل الذي استخدم الحروب الأهلية لطرح فكره الديني، لأنه كان يتبنى التطرف السني في يعني من خلال الإخوان المسلمين، والتطرف الشيعي من خلال الحكم في طهران. فقلب الأنظمة العربية وحافظ على نظام طهران، لأن ذلك في وجهة نظره كان المعادلة للتطرف الاثنين التي تبناها، وبذلك ساعد في التطرف الإسرائيلي، لأن إسرائيل كدولة يهودية كما تسمي نفسها أصبحت أكثر متطرفة كدولة يهودية. إذن هناك خوف من أن تكون هاريس ستأتي إلى المنصب بإرث أوباما وبصوته وبتأثيره. عسى أن يكون ذلك ليس صحيحا، أما إذا كان صحيحا فإنه سيؤدي بكثيرين إلى التردد في التصويت لصالحها، لأن أوباما شخصية مثيرة للجدل، مع أن هناك مجموعة يعني أو نسبة كبيرة من الأمريكيين الذين يحبونه ويحبون زوجته، إنما هذا ليس هاريس نفسها. لا نعرف من هي هاريس ومن ستعين من فريق، ولكن ولكن هل ظهر برنامج للشرق الأوسط؟ ونحن في الشرق الأوسط ما يهمنا أن نعرف من هو أفضل لنا، ترامب أم هاريس؟ كلاهما يتبنيا الفكر الاستراتيجي نفسه في الموضوع، مثلا موضوع الأذرع الإيرانية. بات الآن الديمقراطيون على الأقل خلال إدارة بايدن باتوا يعني يفهمون أن لا مجال للسماح لإيران بأن تستمر
بالحروب بالوكالة عبر الأزرع في حزب الله أو حماس أو الحشد الشعبي في العراق. فإذا هذا سيكون قاسم مشترك، قطع الأزرع الإيرانية سيكون قاسم مشترك بين الاثنين. كيف باراك عفوا دونالد ترامب سيكون حريصا على أن لا يدخل في حروب ولا أن لا يجر بحروب، لأنه يعتقد أن في وسعه تدجين إيران إذا شئت من خلال إفلاسها. أما فريق هاريس إذا استمرت على فريق بايدن فإنه سيحاول إرضاء إيران واسترضائها كي يحصل على يعني على على إعادة إحياء الاتفاقية النووية بموضوع، وكذلك بالتأكيد سيحاول إقناعها بالكف عن الأزرع، وهو يفعل ذلك حاليا وإن لم يقنعها فإن إسرائيل تقوم بهذه المهمة بالتمويل العسكري الأمريكي لإسرائيل. أما في موضوع فلسطين مثلا واضح أن هناك يعني التزام من الديمقراطيين في موضوع بناء الدولتين، حل الدولتين، مش بناء الدولة الفلسطينية أي حل الدولتين. أعتقد أن حتى دونالد ترامب سيلجأ إلى ذلك لأنه سيستمع من الدول العربية بقيادة السعودية كما يحصل حاليا الآن، وهو البناء المؤسساتي للدولة الفلسطينية كي يصبح حل الدولتين واقع لا مفر منه، وهكذا سيتقاربان في هذا الموضوع. مع أن دونالد ترامب عامة أكثر تطرفا في اعتناقه العقيدة الإسرائيلية أو المواقف الإسرائيلية، إنما ما فعله بايدن وهاريس هو أنهم أعطيا إسرائيل كل الإمكانيات العسكرية للقيام بحرب غزة وحرب لبنان للتخلص من الأذرع الإيرانية. نعم، إذا وصلنا الآن إلى مسألة الغموض الذي يلف استطلاعات الرأي والنتائج المتقاربة بين المرشحين، فما هي السيناريوهات المتوقعة في حال بالفعل تقارب النتائج؟ أولا أنا لا أثق بالاستطلاعات صراحة، وهذا ليس يعني موافقة على ما قاله دونالد ترامب في موضوع يعني الاستطلاعات التي تتحدث عنها. يعني تجربتي في الانتخابات الأمريكية، وهذه ليست الانتخابات الأولى التي هي في تلك الدرجة من التقارب وتلك الدرجة من الحماس أو تلك الدرجة، أنا أتذكر حتى سباقه مع هيلاري كلينتون كان على أساس أنه هيلاري هي الفائزة وفق استطلاعات الرأي. تذكرين يعني ظننا أن ذلك محسوما. ثم أيضا لا تنسي آل جور وجورج بوش، ماذا حدث حين ذاك؟ بالتأكيد كانت المؤسسة يعني استمر التحدي لفترة إلى أن حسم في المحكمة العليا. فإذا عندنا عدة سيناريوهات. لا أعتقد أن ما يتحدث عنه البعض بأن دونالد ترامب سيلجأ إلى العنف إذا تبين أنه لم ينتصر لم يفز بالانتخابات، لا أعتقد أن ذلك واردا، لأن هناك استعدادات لدى الأمن القومي الأمريكي يعني الأجهزة الأمنية الأمريكية بأن لا يحدث ذلك. على أي حال ما زالت الساعات المقبلة ستكون يعني فعلا ساعات سنراقبها عن كثب، لأن ما يحصل في التصويت في الولايات المتحدة الأمريكية يراقبه العالم فعلا، لأننا نترقب ماذا ستكون عليه الدبلوماسية الأمريكية. هل ستكون معسكرة؟ هل سيحدث عسكرة؟ هل ستستمر في عسكرة الدبلوماسية؟ هل تستمر الولايات المتحدة بذلك أو ستتبنى أسلوبا جديدا نحو العالم؟ أعتقد أن عسكرة الدبلوماسية مستمرة. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مستشارة الحدث للشؤون الأمريكية راغدة درغام. شكرا زرع. شكرا.